ننتقل لآخر فقراتنا لهذا الصباح ومع قصة نجاح. أنا بدي أسميها قصة نجاح لأنه تحديات كتير عديدة بتواجه كتير من السيدات، وأيضا بضلوا مصرين إنهم يقوموا بعملهم وبشغفهم على أكمل وجه. اليوم معنا سحر أبو قاسم، وهي من بتصنع يمكن أو من صناع الصابون بزيت الزيتون. أنا هيك حكيت الصبح، ولكن بعد ما شفت هالمنتجات العديدة اللي معها، مش بس صابون، في يمكن شامبو، في مواد تنظيف من زيت الزيتون، في كتير يمكن معالجات لها دخل بالشعر كبلسم، ولكن كلها بزيت الزيتون اللي هو طبعا من الزيوت اللي كتير مفيدة. اليوم رح نتعرف أكثر على سحر عن قرب خلال هاللقاء. صباح الخير يا سحر. صباح النور. أهلا. أنا سعيدة كتير. أنا أسعد والله بوجودك، لأنه تحدثنا تحت الهواء يمكن وعرفت كتير تحديات مرأتي فيها حتى تقدري أنك تشاركي وكمان تنتشري مش بس بالأردن، حتى خارج الأردن، مش بس على الصعيد المحلي. الحمد لله. فأحكي لنا بداية، نتعرف عليك ونتعرف على الصناعات اللي بتقومي فيها بزيت الزيتون. يعني قلتي لي أنت هدول شامبوهات. شامبوهات بزيت الزيتون، نعم. وهذا صابون سائل لزيت الزيتون. بداية بحب أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الرائع، لدعمكم للحرفيين بهدف التعريف بأنفسنا وتعريف منتجاتنا للجمهور. مهنتي الحالية اللي هي تصنيع صابون بزيت الزيتون البلدي. سابقا مرشدة تربوية، اتقاعدت بال 2010. بعدين كل سنة أنت سالمة بيوم المعلم. أنت سالمة يا حبيبتي، الله يرضى عليك. تسلمي. بعدين من 3 سنين بلشت التسويق التجاري بهدف زيادة الدخل الأسري لدعم تعليم أبنائي في الجامعات. عندي حاليا 3 طلاب في الجامعات. ما شاء الله. من سنة ونص تقريبا بلشت تصنيع صابون زيت الزيتون، وبهدف تطوير منتجي انضميت لجمعية صناع الحرف التقليدية. بحب أوجه تحية للسيد رائد البدري رئيس الجمعية لدعمه لأعضاء الجمعية من خلال أنشطة الجمعية المتنوعة، من خلال مشاركاتنا في البازارات وفي المعارض. دعم كبير صح. أكيد، اللي هي أهمها سوق جارة، اللي صراحة يعتبر أقوى سوق فيها على مستوى المملكة بفضل الإدارة الحكيمة للسيد خضر قواس والسيد سميح الشقير. تحية لهم جميعا. تحياتنا لهم في هذا الصباح. الله يخليك يا حبيبتي. بعد مشاركاتي في جمعية صناع الحرف، الصراحة تعرفت على كثير من الزميلات والزملاء، وتعرفت على برضه كثير بيصنعوا نفس المنتج تبعي. حبيت أن أطور من حرفتي، أخذت عدة دورات أونلاين من مصر ومن العراق. كمان أخذت من شهرين ثلاثة قدمت على رخصة مهن، والحمد لله حصلت على رخصة مهن منزلية. منتجاتي كلها بزيت الزيتون. انت بلشتي بالصابون. بدأت بالصابون وبعدين توسعتي. احكي لنا التوسع هذا ايش بتشتغلي كمان؟ يعني عم نحكي عن شامبو، عم نحكي عن بلسم، نحكي عن سائل جلي بزيت الزيتون. زيت الزيتون اكيد خفيف على ايدينا. ما شاء الله الحمد لله. السيدات يعني ما بيأذيهم. هذا شو مثلا؟ هذه خلاصة الصبار، خلاصات عشبية لتقوية الشعر وتخميل وتكثيف اللحية للشباب، للشعر بشكل عام وعلى جميع مشاكل الشعر. بحب أحكي بداية باختصار عن الصابون. أنا بعمل 35 نوع صابون بزيت الزيتون من خلال الدورات اللي تعلمتها، أضفت لهم الأعشاب وصابوني علاجي للبشرة وللشعر، مفحوص بالجمعية العلمية الملكية ومطابق لمواصفات المقاييس الأردنية. يا سلام، هذا مهم جدا. توسعت أكثر بصابون الجليسرين، برضه أنا بصنعه من البداية من الألف إلى الياء، بصابون بزيت الزيتون وبزيت جوز الهند وبزيت النخيل، برضو علاجي للبشره. الجليسرين هذاك اللي مبين اللي هو الشفاف الملون الاخضر والبرتقاني، وهي الشيء بالليف الطبيعي وشيء بالليف الملون، وهذا بالفعل صابونه البطيخ كثير لقيت رواج بين الناس، حبوها كثير. المنتجات الثانيه اللي بصنعها اللي هي سائل جلي بزيت الزيتون والجليسرين. هذا المنتج صراحه انا تميزت فيه، يمكن الوحيده في الاردن واحتمال على مستوى العالم حسب علمي، انه ما حدا بيصنع سائل جلي بزيت الزيتون. فكرت صراحه بالناس اللي بشرتهم مريضه، اللي عندهم أكزيما وصدفية، وللناس العاديين بشكل عام. كتير انبسطوا عليه وكتير استفادوا عليه. يعني أنا كنت أشوف اللي عندهم أكزيما بإيديهم لما يجلوا بيلبسوا كفوف. يعني أنا حطيت شوي. نعم. ريحته كتير حلوة. كتير حلوة. وفعلا كأنه سائل صابون. وبينظف 100% يعني نظافة عالية ولمعان وترطيب، ترطيب عالي للبشرة. فاستفادوا كثير عليه اللي عندهم أكزيما واللي عندهم بشرتهم حساسة ما شاء الله. ويعني ومنتجاتي بشكل عام أسعارها في متناول الجميع بسعر السوق، عرفتي. بعمل شامبوهات بزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزبدة الشيا والكاكاو، برضو علاج لجميع مشاكل الشعر. خلال شهر بتلاحظي فرق على طول الشعر، كثافة الشعر، نعومة الشعر من أول استعمال بتلاحظيها. هذا اللي هو صابون سائل بنية، هذه صابون سائل بعمل 5 أنواع. هذا صابون زبدة الشيا والكاكاو، وبعمل بالألوفيرا وجل الألوفيرا، وبعمل بحبة البركة وب
الكركم وصابونه العسل كمان صابون سائل. والاول واحد البيضه خلط الزيوت للشعر خلال 10 ايام بتطول الشعر 3 سم 12 يوم بتطول شعر البيبي هير. هذا زيت الشعر، هذيك خلاصات عشبيه. تمام. نفس الشيء فوائد، في ناس ما بيحبوا الزيت، بيحبوا اللي هي اللي هي سائل، انا بخاخ سائل هذا. مش ضروري يتحمموا كل يوم يعني. عرفت عليكي؟ وهذا قلتي لي نعم، هاي الباك بامب، هاي الكرات الفواره برضو علاجيه، بعملها املاح تقشير بخلطها بزبده الشيا وزبده الكاكاو وزيت جوز الهند، علاجيه للبشره، بتنعم البشره، تقشير الجلد الميت ونعومي حرير انعم بشره الاطفال وتعطير الجسم. يا سلام. عرفت يعني الصراحة في الحمام يعني كأنها رايحة على اللي هي الحمامات اللي هي برا، بس هنا اللي بتعطي الريحة منعشة للجسم وللحمام بدون ما تتكلف تدفع تكاليف زيادة. طب سحر، يعني هذا يمكن بخلينا نسأل سؤال، يعني هذا شغل مهنيته عالية، يعني كيف بتشتغليه بالبيت؟ يعني عم تحكي عن سائل تنظيف، عم تحكي عن شامبوهات، عن انا صراحه تشتغلين؟ بعد ما كل شغل يدوي بعمله، انا بعد ما دخلت جمعيه الحرف حبيت اني اطور من نفسي، قلت لك اخذت دورات اونلاين. يعني المواد كلها انت بتشتريها، كلها بتشتريها بنفسي، كلها بالبيت، كلها كلها بنفسي انا، وكلها شغل يدوي بحركها يدوي. اولادي احيانا بيساعدوني طبعا، عرفت على كيف، لكن انا صراحه انا السنه الماضيه حبيت انه اتوسع، لانه منتجاتي من 3 سنين بلشت تسويق المنتجات، انتشرت داخل معظم المحافظات بالاردن، للسعوديه، للامارات، لامريكا، بتنطلب حاليا من العراق، بتنطلب من الجزائر. تفضلي. كل الاشخاص اللي بيجوا، السيدات بالذات اللي بيكون عندهم يمكن مثل هاي الحرف، دائما بيعانوا من مشكله التسويق دائما وابدا. نعم. واكيد يمكن كمان حتى من خلال جمعيه صناع الحرف اليدويه اللي عم نحكي عنهم، اكيد كل بلا استثناء. انت كيف عم بتحاولي تسوقي؟ ما شاء الله. الله يخليك، تسلمي حبيبتي. لا والله انا بداياتي الحمد لله عن طريق الفيس بلشت، وصار في عندي كثير ناس مندوبين في المحافظات، بعض المحافظات بعطي اسعار جمله طبعا، صاروا في ناس من خارج الاردن يطلبوا، لهم اقارب من جوا الاردن، يصير توصيل لهم، ياخذوا مني كميات وتوصيل لهم للسعوديه، يجي حدا مع ناس مودي. عرفت علي كيف؟ انا حبيت اني اتوسع بزياده لانه في طلب كثير. شو اسم صفحتك على الفيسبوك؟ رم كير. رم كير. نعم رم كير. اخترتي رم. رم كير اكيد، لانه رم وادي رم عندنا في الاردن، وهذا منتج وطني، فعلى اساس يعني يرمز لمنتج رطوي وطني. كل الدعم. والحمد لله، وانا حبيت اني اطوره حتى يصير، لانه في يعني صابون بزيت الزيتون متعارف عليه النابلسي، هذا بيحكوا له النابلسي، صح. فانا حبيت اني اطوره على اساس في ناس بيرغبوا. صابون للتقشير، عندي صابون لتقشير البشره اللي هو صابون الفراوله بالفراوله والشوفان، عندي صابون للكلافونا وتبييض البشره الكركم، عندي صابون للاكزيما والصدفيه بحسن منها اللي هو صابون حليب الماعز بالكاكاو، صابون البروبليس، صابون حليب الناقه. حمستينا لكثير من منتجاتك سحر، يعني من الرائحة العطرة اللي عم نشمها، للأشكال الجميلة، للفوائد اللي أكيد موجودة من خلال طبعا أكيد الصابون وكل منتجاتك. إيش البازارات اللي رح تشاركي فيها هيك يعني مستقبلا؟ أكيد شاركتي بسوق جارة. أنا كنت أشارك بسوق جارة بشكل منتظم، كل أسبوع سوق جارة، بس خلص موسم جارة، فهلأ في مبادرة جمعية جديدة، هذه حتعمل بازارات بدعم رؤساء الجامعات في معظم في كل الجامعات بشكل فترة الشتاء. فأنا حاليا حشارك إن شاء الله بجمعية سمية ب 23 الشهر، وجامعة الإسراء ب 6 7 8 9 إن شاء الله بإذن كل الله. كل التوفيق لإلك ست سحر أبو قاسم، أكيد بهذا المشروع إن شاء الله بنشوفه بيكبر وبيكبر، وبتقدري تاخذي تراخيص المناسبه لتعملي معمل خاص فيكي. انا بس حبيت اضيف شغله، يعني انا على اساس بالنسبه لسؤالك في البدايه حكينا وما حكيناش عن التحديات. هو اكيد في تحدي، يمكن قلتي لي انت بتكاليف الترخيص لانشاء معمل. احنا يعني اكيد من خلال يمكن يوم جديد لانه انتهى برنامجنا، من طالب بدعم اكبر للسيدات في بدايه اكيد الطريق. ويا ريت يكون في سوق دائم، انا بتمنى اللي هو لدعم جميع طبعاً. الحرفيات اكيد. شكرا أكيد. كثير كل الشكر. اهلا حبيبتي. ومشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من يوم جديد لليوم، اكيد بنودعكم على امل اللقاء فيكم يوم جديد اخر. بقيه يوم ولا اجمل مني انا الكسندرا البوري، من مشحم العدوان، من مخرجنا الرائع ماجد اكيد، وكل المعدين من خلال طبعا سهير والمشرف، بودعكم واقول لكم الى اللقاء. باي.